الاشارات، وبنبدا دايما مع حاله الطقس. بيتوقع هيئه الارصاد الجويه ان النهارده هيكون الطقس حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، معتدل الحراره رطب على السواحل الشماليه، كمان هيكون حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وللمزيد من الاخبار يا محمود هتنضم لينا عبر الهاتف منار، الاستاذه منار غانم، متنبئ جوي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذه نهى، وصباح الخير عليك استاذ محمود، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الخير استاذه منار. لو تقول لنا التوقعات للاسبوع اللي جاي ده، طبعا كلنا شايفين ان الجو فعلا ابتدى في الانخفاض وفي نسمه هواء كده بارده شويه، فحضرتك تكلمينا عن درجات الحراره المتوقعه الاسبوع اللي جاي. هو احنا اليوم بنشهد لسه استقرار في الاحوال الجويه وباستمرار تحسن في الاحوال الجويه، متوقع اليوم تكون درجه الحراره العظمى على القاهره 33 درجه مئويه، على السواحل الشماليه للبلاد هتبقى ما بين 30 ل 31 درجه مئويه، على شمال الصعيد هتوصل ل 34 درجه مئويه، على محافظات جنوب الصعيد هتوصل ل 36 درجه مئويه. لكن نسب الرطوبه ما زالت مرتفعه، فاحنا دايما شعورنا بدرجات الحراره بتكون اعلى من القيم اللي احنا ذكرناها دي بحوالي من 2 ل 4 درجات. متوقع من غدا لحد باذن الله يكون في ارتفاع في درجات الحراره. درجة الحرارة هتوصل فيها يوم الاثنين والثلاثاء على القاهرة الكبرى ل 36 درجة مئوية، يعني غدا هتكون 34 درجة مئوية، الاثنين والثلاثاء هيكون ذروة الارتفاع 36 درجة على القاهرة الكبرى، على محافظات شمال البلاد زي السواحل الشمالية للبلاد هتكون 32 درجة مئوية، هتكون على جنوب البلاد ذروة الارتفاع 42 درجة مئوية، فاحنا خلال هذا الأسبوع من غدا هنشهد ارتفاع في درجات الحرارة. هتكون الظاهرة المؤثرة هي الشبونة المائية اللي هتظهر في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي هتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق دي، وطبعا احنا دايما بننصح السادة المواطنين في الفترة من الصباح الباكر والساعات المتأخرة القيادة بهدوء تام أثناء فترات تواجد الشبورة المائية. طيب أستاذة منار، يعني عارفين دايما مع قرب المدارس أو زي ما احنا بنقول موسم المدارس اللي بتكرهه نهى، فالموضوع ده بيبقى فيه ناس متعودة العادة المصرية بتاعت طلعنا اللبس الصيفي ونزلنا اللبس الشتوي، فالنصايح ايه؟ لان في بعض الناس ما هو في ناس بتبدا تعمل ده عشان نسمه الهواء اللي بتقول عليه، لكن نصايح حضرتك، لان في ناس كمان بتخاف مع نسمه الهواء بالليل، بالذات الاطفال بيلبسوهم لبس تقيل، فيعني برضو النصايح في فكره الملابس بتاعتنا، هل نبدا نغير نستنى شويه عشان التعود زي ما بيقول الناس بتعمله؟ هيكون في ارتفاع تاني يعني في درجات الحراره ولا احنا بنقول اهو الاثنين او الثلاثه هنوصل للذروه، فده مستمر معانا ولا لا؟ يعني ننصح الناس بايه؟ هو احنا طبعا لسه خلال هذا الاسبوع هيكون ارتفاع درجات الحراره، لسه الطقس في الصباح الباكر في فترات الذهاب للمدارس او الفترات دي لسه الطقس بيكون فيها لطيف، فلسه ما نقولش ان احنا نقدر نتقل الملابس، لكن ان شاء الله مع الاسبوع القادم ومع انخفاض درجات الحراره اللي هيشهدوا بقى ان شاء الله فصل الخريف، فصل الخريف ان شاء الله هيبتدي يوم الاربعاء القادم 22 سبتمبر، فعلى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نبدا نزود قطع اضافيه في الملابس خصوصا للاطفال والطلبه اللي رايحين المدارس الصبح، ده الجو ممكن يبقى معاهم هيكون من لطيف لماء البوده، درجات الحراره نشهد فيها انخفاض، بس لسه على الاسبوع القادم مش الاسبوع نزود قطع في الملابس، وطبعا مع الانخفاض اكثر بقى في الشهور اللي جايه ممكن يبقى دايما معانا في الصبح الجاكيت كده، يبقى لو احنا حسينا بانخفاض درجات الحراره يبقى دايما نلبسه، لكن الطقس بتاع النهار احنا دايما في الفتره دي بيبقى في اختلاف كبير جدا بين طقس الصباح وطقس خلال ساعات الظهيره او طقس النهار، بيبقى في فرق كبير جدا من العظمى والصغرى، بس احنا لسه ما دخلناش على الفتره دي. طيب حضرتك المناطق الساحليه والاسكندريه كانوا الاسبوع اللي فات شهدوا سقوط امطار وكانت برضو درجات الحراره انخفضت وكانت الرياح عاليه شويه، فالاسبوع ده ايه التوقعات هناك؟ المناطق الساحليه كلها مطله على البحر المتوسط، درجه هي تشهد هي كمان ارتفاع في درجات الحراره، درجات الحراره فيها هتزيد بمعدل درجتين، يعني هي بتشهد الايام دي 30 درجه مئويه، خلال ارتفاع درجات الحراره توصل ل 32 درجه مئويه، مفيش فرص لسقوط الامطار على المناطق الساحليه خالص، كمان نشاط الرياح بيبقى فيه اعتدال وارتفاع الامواج على البحار معتدل، البحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الانشطه البحريه والاستمتاع بالاجواء الصيفيه هناك في المنطقه. طيب الصعيد وحضرتك قلتي ان في بعض درجات توصل ل 42، لكن في بعض المناطق والمحافظات الصعيد بتتظبط فيها بيقولوا بقى درجة الحرارة في الخريف عندهم بيبقى الجو ممتاز جدا بتنزل لأواخر الثلاثينات، فبرضو يعني نظرة سريعة على الصعيد.
محافظات جنوب شمال وجنوب الصعيد هي كمان هتشهد ارتفاع طبعا درجات الحراره في الفتره اللي جايه دي. احنا يعني كل كافه انحاء الجمهوريه تشهد ارتفاع في درجات الحراره. احنا بنقول محافظات شمال الصعيد العظمى فيها توصل ذروه الارتفاع فيها 39 درجه يوميه زي المنيا واسيوط. محافظات جنوب الصعيد الاقصر واسوان هتوصل فيها يوم الاثنين والثلاثاء القادم 42 درجه مئويه. هي الايام دي بتشهد طبعا اعتدال كامل في الاحوال الجويه، لكن مع الارتفاع تشهد هي كمان ارتفاع في درجات الحراره. بيكون عندهم نشاط دايما للرياح خلال ساعات المساء، ده بيحسس هناك الاجواء باجواء معتدله، بالاضافه ان نسب الرطوبه في المناطق دي ما بتبقاش عاليه قوي زي المناطق الساحليه او القاهره، فدايما الاجواء فيها مع فترات العصر او بعد الظهر بتبقى احسن بكتير، بالاضافه معها ان بيبقى في نشاط للرياح كمان. بنشكرك طبعا على التقرير الوافي ده، ونتمنى الناس تستفيد ونقدر ان احنا نتابعين دايما ونتعود ان احنا نعرف الحاله الجويه او النشره الجويه. بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذه منار غانم متنبئ جوي للارصاد الجويه. طيب نقول للناس بقى بعض المحافظات عشان يتعرفوا على درجات الحراره بالتفصيل. خلينا نبدا مع حضراتكم، بنبدا بالقاهره دايما. القاهره الصغرى 23، العظمى 33، الاسكندريه الصغرى 23، العظمى 31، مطروح الصغرى 22، العظمى 29، بورسعيد الصغرى 24، العظمى 30، اما العريش فهتكون الصغرى 23 والعظمى 31. وشرم الشيخ يا محمود هتبقى الصغرى 26، العظمى 34، الغردقة الصغرى 27، العظمى 34، المنيا الصغرى 24، العظمى 33، أسوان الصغرى 25، العظمى 36، حلايب الصغرى 28 والعظمى 34. دي كانت درجات الحرارة بالتفصيل في بعض المحافظات والمدن.